أنا معايا أسئلة سريعة كده حابب أسألها لك وتجاوبني عليها بشكل سريع، لو هتعلق بكلمة واحدة أو بجملة واحدة عن عقوبة شيكابالا وحازم إمام هتقول إيه؟ احنا دايما في الفتره الصعبه بتاعت الزمالك بنقول ان احنا محتاجين لكل لاعب، فما بالك اللاعب ده لما يكون بقيمه شيكابالا وطبعا بقيمه حازم امام. احنا في مباراه القمه كنا محتاجين لعيب يكون ظهير ايمن مكان حمزه المساسي اللي هو كان ظاهر ان هو ما كانش ان فورم قوي، ما كانش مركز قوي، فافتقدنا حازم امام. حازم امام واحد من كباتن الفرقه، من اللعيبه القديمه اللي مرت باحتكاكات كتيره، فاكيد اي لاعب في قائمه الزمالك مهما كان اسمه سواء بقى من كباتن الفرقه زي شيكا وحازم ولا حتى من الشباب الصغير، فاحنا محتاجينه. فطبعا انا مفتقد لوجود الاثنين جدا. منتخب ما تحبش نقابله في المرحلة الفاصلة في كأس العالم، الجزائر أكيد منتخب الجزائر، هل إمام عاشور هو أفضل لاعب يكون بجوار طارق حامد؟ 100% مقتنع بكده. هل الزمالك بالقوام الحالي قادر على المنافسة على بطولة الدوري، على بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا؟ الزمالك دايما لما بنقول اسم الزمالك في حد ذاته ده معناه ان هو قادر على المنافسه. الفكره كلها على مدى تطويع الشخص المسؤول اللي هو المدير الفني، تطويع للقوام الفرقه اللي معاه، تطويع اللعيبه علشان يوصل ابعد مدى يقدر عليه. تقييمك لأداء أوباما في الفترة الأخيرة؟ انا شخصيا من الناس اللي بتحب اوباما، من الناس اللي بتقدر تتكلم عن يوسف اوباما. انا مقتنع ان هو لاعب مهم جدا، لكن زي ما قلت لك انه مهما كانت امكانيات اللاعب الفرديه فذه، مهما كانت كبيره جدا، محتاج يتحط في شيب، محتاج يتحط في نمط، في منظومه تكتيكيه تقدر تسمح له بالنجاح. في ماتشات كتيره جدا اوباما كان واحد من اهم اللعيبه في الملعب، وماتشات كان من أسوأ لعيبه في الملعب. ده مش معناه ان هو سيء للغايه ولا معناه ان هو جيد للغايه، هو لاعب عنده امكانيات نقدر نطوعها بشكل ما، نقدر نشوفه في الادوار المناسبه ليه علشان ناخد اقصى ما عندنا منه. لو انت مدرب الزمالك تلعب مصطفى فتحي وينج رايت ولا صانع لعب؟ ألعب وصانع لعب. أنا ما أقدرش أمس الوينج رايت طول ما أحمد سيد زيزو موجود، هو قادر يستوعب المركز ده يعني بكل. هتلعبه مكان اوباما؟ مصطفى فتحي ممكن ألعب مكان أوباما عادي، ما عنديش مشكلة لو أنا قادر، إن أنا شايف إن أنا في المباراة دي محتاج لاعب عنده هدوء على الكرة أكتر، يقدر ياخد الكرة في رجليه، يقدر يتحرك بظهره ويستلم بظهره ويلف لوشه للجون. طالما أنا محتاج الدور ده فمصطفى فتحي أفضل. عايز لاعب يكون موجود جوه منطقة الجزاء أغلب الوقت ويكون الشكل بتاعي اقرب ل 4 4 2، اوباما افضل. كل مباراه وليها حيثياتها، كل مباراه وليها متطلباتها، لكن الوينج رايت في الزمالك اعتقد احمد سيد زيزو طول ما هو ان فورم، طول ما هو جاهز، طول ما هو مفيش اصابات ان شاء الله، انا شايف ان هو مكانه محجوز تماما يعني.